كمال أتاتورك أبو الأتراك الذي ألغى الخلافة الإسلامية بقرار عسكري. في مثل هذه الأيام تحتفل تركيا بذكرى وفاة كمال أتاتورك الذي يعتبره الأتراك مؤسس تركيا الحديثة. وأتاتورك هو أول رئيس للجمهورية التركية وقائد للحركة التركية الوطنية خلال فترة التحول التركي، كما أن أتاتورك في نفس الوقت أحلى عام للجيش التركي خلال الحرب العالمية الأولى، وقاد أتاتورك انقلاباً عسكرياً ضد السلطان عبد المجيد الثاني آخر خليفة شرعي للدولة العثمانية. وبعد أن نجح انقلاب كمال أتاتورك ضد السلطان عبد المجيد، أعلن سريان الأحكام العسكرية، وفي عام 1876 أصدر كمال أتاتورك قراراً عسكرياً غير مسبوق ألغي بموجبه الخلافة الإسلامية، وكان وقع سقوط الخلافة العثمانية قاسياً على معظم المسلمين في جميع أنحاء بلدان الخلافة، بل كان قرار إلغاء الخلافة هو أقصى محنة مر بها الإسلام منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد سقوط الخلافة تم تقسيم البلدان الإسلامية على الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية، ومصطفى كمال أتاتورك هو ابن لأب يدعى علي رضا أفندي، لكن سمي أتاتورك بمعنى أبو الأتراك. واتخذ أتاتورك بعد سقوط الخلافة قرارات منها إلغاء كتابة اللغة التركية بالحروف العربية التقليدية، كما قرر إلغاء وزارة الأوقاف التركية وعهد بشؤونها إلى وزارة المعارف العمومية التركية. وقرر أتاتورك تحديد عدد المساجد ولم تسمح بغير مسجد واحد في كل دائرة، كما ألغى أتاتورك القوانين العثمانية وأصدر قانون مدني أخذته حكومة تركيا عن القانون السويسري. وغيرت الحكومة التركية العطلة الرسمية، فلم يعد الجمعة بل أصبحت العطلة الرسمية للدولة يوم الأحد. كما أصدرت حكومة أتاتورك قراراً بإلغاء لبس الطربوش وأمرت بلبس القبعة تشبهاً بالدول الأوروبية. بدأت الصحف والكتب تصدر بالأحرف اللاتينية، وحذفت من الكليات التعليم باللغة العربية بشكل كامل. كما أمر أتاتورك بترجمة القرآن نصاً وليس معانٍ إلى اللغة التركية، وأمر أن يكون الأذان باللغة التركية، وظل الأذان في كل صلاة يرفع باللغة التركية حتى عاد ليرفع باللغة العربية في تركيا في 16 يونيو عام 1950.